معالي الوزيرة نادية معانا. اهلا وسهلا حبيبتي مسا الورد. انا قلت النور فنانتنا الجميله. قلت لوزير الهاتف والاتصالات ما ينفعش كده الشيخ زايد يبقى الخط وحش، الوزيره قاعده على البلكونه عشان تكلمني. صح. انا الحقيقه في المقدمه كنت بتكلم عن زراعه، اعاده زراعه ابحاث تتعمل للقطن ابو تيله طويله. صح تمام. فعايز اسمع منك اهم الابحاث اللي لما كنت في هذه الوزاره طلعنا بيها كانت ايه؟ دي احد الابحاث اللي هو القطن طويل التيله، والحقيقه معهد القطن وكليه زراعه جامعه القاهره عاملين ابحاث جميله جدا واستفدنا منها. كان في ابحاث ثانيه على الطاقه الشمسيه. طبعا الابحاث اللي بتمس صحه البني ادم والاورام السرطانيه والادويه الموجهه، لان احنا عندنا اكتر من 100 نوع من السرطان، مش احنا كمصريين، هو السرطان اكتر من 100 نوع. فالناس فاكره ان العلاج هو واحد، لا ده كل واحد ليه علاج موجه ليه حسب الجينات طبعاً اللي موجوده عندنا. من ضمن الابحاث برضو تحليه المياه كانت حاجه مهمه جدا، وبحب اقول لك ان يعني برضو لان احنا في مشكله سد النهضه، فمهم قوي نهتم بتحليه المياه وبالطاقه الشمسيه. تحريك خليني خليني اخد الحاجتين، الطاقه الشمسيه احنا عارفينها، لكن ايه تحريك المياه؟ تحليه المياه. تحليه انا سمعتها تحريك. لا تحليه، يعني احنا على بحرين. طبعا. ازاي ما نستفدش من المياه دي، وازاي ما نستفدش كمان من انواع الزراعات اللي بتاخد ري قليل. يعني الرز بياخد 80% من ما هو مستخدم، دي برضو من الابحاث اللي اتعملت. الحقيقة تحمل المياه المالحة، يعني جميل، ابحاث كتير قوي قوي مفيدة لمصر. الحقيقة نورتينا جدا، وللأسف أنا اضطريت إني أتكلم في الوقت اللي معرفتش أكلمك، اتكلمت عن المشاريع وقلت إنه حضرتك في ربط ما بين المنصب العظيم اللي كنت فيه، إنك أخدت بعض هذه المشاريع ودلوقتي بتصدريها للنساء العاملات المشاريع اللي هي الصغيرة علشان يستفيدوا منها في المجلس القومي للمرأة. هذه هي نادية زخاري، هذه الوزيرة اللي استفادت من منصبها في البحث العلمي بأنه بعض المشاريع أخذتها معاها للمجلس القومي للمرأة بتساعد بعض الستات بأنه مثلا يجيبوا حوض سمك ويزرعوا سمك ويعيشوا منه حوض في البيت. كان معانا معالي الوزيرة نادية زخاري. مسا الورد يا مصر.